أيضا في هذه المعركة المسلمون غنموا بعض الفيلة أخوان الكرام، فقام خالد أيضا وأرسل فيل إلى المدينة إلى الصحابة في المدينة، لكن أبو بكر أيضا أعاد هذا الفيل، قال لخالد لا حاجة لنا به، طيب، لأن قال أنتم قد تستفيدون منها في الجيش، اتركها عندكم يعني لا حاجة لنا بها. أيضا وصلت أخبار الهزيمة إلى أردشير أن هرمز قد هزم وتشرذم الجيش، وأصبحت الأبلة الآن وهي الميناء الفارسي المهم، يعني ثاني ميناء فارسي مهم في كل الإمبراطورية، تخيلوا أصبحت هذه المدينة بدون حماية لأنها يعني لها أهمية اقتصادية عند الفرس لا شك. فهذا أردشير قام وأمر بجيش كبير جدا، أرسل على رأس هذا الجيش قائد فارسي اسمه قارن. أيضا التحق بهذا الجيش من انهزم من جيش هرمز في كاظمة، ففعلا تقدم قارن بهذا الجيش، خرج من المدائن عاصمة المجوس وتقدم حتى وصل إلى منطقة يقال لها المذار أخوان الكرام، قريبا من نهر دجلة أو على إحدى ضفاف نهر دجلة. خالد رضي الله عنه وأرضاه قرر أنه ما يسير إلى الأبلة، مع أنه يعني بإمكان الآن الدخول إلى هذه المدينة، خلاص المدينة بدون حماية، بل قرر المسير إلى جيش قارن بنفسه. لماذا؟ لا يريد رضي الله عنه وأرضاه أن يعني تنتهي أو تزول أثار الهزيمة في كاظمة، هذا أولا، طيب، وأيضا لكي يعني المنطقة مؤمنة خلاص، لأن قارن لما تقدم ما وصل إلى الأبلة، يعني عسكر في منطقة يقال لها المذار قبل الأبلة. فخالد رضي الله عنه وأرضاه سار إليه مباشرة، فعلا وصل إلى المذار وتقابل الجيشان الآن. وقبل المعركة هذه كانت المبارزات أخوان الكرام بدأت فردية، المعركة في كاظمة بدأت فردية فقط بين خالد رضي الله عنه وأرضاه وهرمز قائد الفرس، لكن في المذار خرج يعني ثلاثة من قادة الجيش المسلم، قائد الميمنة والميسرة والقلب، وأيضا خرج قائد الميمنة لجيش الفرس كان اسمه قباذ، وقائد الميسرة أيضا وكان اسمه الأنوشجن، عليهم أسماء إلى اليوم مثل أسماءهم اليوم ترى، وقائد القلب اللي هو نفسه هذا قارن أخوان الكرام. فخرج خالد بنفسه يريد مبارزة قارن، طيب، لكن أحد الصحابة الكرام اسمه معقل بن الأعشى من أبطال المسلمين في الفتوحات الإسلامية استأذن خالد، بل أصر على خالد رضي الله عنه وأرضاه، فأذن له خالد أن يخرج هذا الرجل معقل بن الأعشى، فعلا أو تمكن من قتل قارن بعد مبارزة رهيبة قامت مسلم. عاصم بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه وعدي بن حاتم الطائي قائد الميسرة لمواجهة قائد الميمنة والميسرة لجيش الفرس، وهما يعني قباذ والأنو شجن، فعلا عاصم رضي الله عنه وأرضاه تمكن من قتل الأنو شجن، وعدي رضي الله عنه تمكن من قتل قباذ، ومعقل كما قلت لكم قتل من؟ قارن. هنا الآن ماذا يفعل سيف الله المسلول؟ مباشرة في هذه اللحظة هجوم شامل أمر بالهجوم العام مباشرة، يعني استغل الوقت والفرصة والانكسار النفسي لهذا الجيش. وبالمناسبة المؤرخ الإنجليزي جيبون يعني ذهل الرجل من المبارزات الفردية عند المسلمين، هذه معلومة فقط، لما كتب تاريخ سقوط الإمبراطورية الرومانية البيزنطية. المهم بدأ الهجوم، فاندفع الجيش المسلم إلى الأمام، تقدمهم المظفر قائدهم سيف الله المسلول بنفسه رضي الله عنه وأرضاه، فنشبت يعني معركة عظيمة جدا، أيضا بها تمكن أهل التوحيد من إلحاق الهزيمة الثانية بل والساحقة بجيش عباد النار. أنا أقطع أنه الكثير منكم أخوان الكرام يعني ممكن يعلم عن اليرموك، عن القادسية مثلا، لأنها مشهورة ويعني لها ما بعدها في التاريخ، طيب، لكن الولجة أو كاظمة أو المذار أو الليس أو الفراض أو فتح الحيرة، هذه معارك عظام جدا، أنا ما أرى أنه يعني يسلط عليها الضوء دائما في
يعني التاريخ الإسلامي لما يعرض في أي مكان حقيقة. لكن فعلا تمكن رضي الله عنه وأرضاه خالد بن الوليد وجيشه المؤمن في هذه المعركة أيضا من إلحاق الهزيمة الثانية بجيش الفرس بعد أن قتل كبار قائدة الجيش الفارسي في هذه المعركة وتشرذم جيش قارن. طبعا هي معركة النهر قرب المذار، يعني قتل من الفرس في ذلك اليوم أكثر من 30,000 مقاتل كما ينقل بعض المؤرخين. بين قوسين افهموا حقيقة العداء للصحابة الكرام. والله ما فهمت يا وسبر، إذا كان الوسبر لي. المهم خلني ندخل عليك بالخاص أو تعالي خاص يا مرعب إذا في أمر ضروري جدا يعني. المهم هذه الهزيمة الثانية الآن للفرس أخوان الكرام، طبعا توالت بشارات الفتح إلى الصحابة في المدينة وسر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سرورا عظيما بهذا الفتح العظيم الذي بدأ الآن يشرق به حقيقة نور الإسلام على هذه المناطق سواء كانت في العراق أو في فارس فيما بعد. وأيضا وصلت الهزيمة الثانية إلى كسرى، وكانت سبحان الله معلومة يعني كيف تصل إلى كسرى؟ عندهم طريقة النقل الأخوان الكرام، يعني علشان تعرفون هذه الإمبراطورية العظيمة وحداثة الأمور العسكرية، كانوا هم أول من اخترع النقل اللاسلكي. تخيلوا هؤلاء الفرس كيف كانوا ينقلون المعلومة إلى أن تصل إلى كسرى، من مكان المعركة إلى كسرى. طيب غير الحمام، لا غير الحمام، كانوا ماذا يفعلون؟ يختارون الرجال أصحاب الأصوات المرتفعة القوية اللي أصواتهم جهورية، فينشرونهم على يعني قمم الجبال من مكان المعركة إلى المدائن التي بها قصر كسرى. طيب فعندما مثلا ينهزم الجيش يبدأ هؤلاء الرجال بنقل المعلومة، يقول الأول مثلا بصوت مرتفع انهزم الجيش في كاظمة، فيسمعه الثاني فيصيح إلى الذي يليه انهزم الجيش في كاظمة، فتظل المعلومة تتسلسل حتى تصل إلى كسرى في قصره. فطريقة الاتصال عندهم سريع جدا، أسرع من المسلمين. المسلمين يكون يحتاج شهر على أساس يصل الرسول أو أسبوعين أو 3 أسابيع مثلا إلى المدينة أو يعود. المهم لما وصلت أخبار هزيمة جيش قارن إلى كسرى، الله يسلمك يا خاص يا مرحبا، لما وصلت إلى كسرى وكيف أن هؤلاء الأبطال يعني من الجيش الفارسي العظيم، بل من الأسرة الساسانية، من قتل في معركة النهر قرب المذار من هم من الأسرة الساسانية بنفسها من الذين قتلوا في هذه المعارك على أيدي أبطال المسلمين، بل أن العالم الآن بأسره بدأ يتناقل أخبار هذا يعني التغير أو التغيير السياسي الكبير. فكسرى لما رأى هذه الأمور يعني غضب ونخر، يعني من أنتم يا عرب؟ من هم هؤلاء الشراذم الأعراب اللي إلى اليوم لما يريدون أن يطعنون بالصحابة يقولون هؤلاء الأعراب، صح ولا لا؟ قال كسرى قبلهم من هؤلاء الشراذم الأعراب الحفاة الرعاة، طيب حتى ينتصروا على يعني جيوش الإمبراطورية الفارسية الساسانية. فقام الخبيث وأرسل إلى والي من ولاته في خراسان، هذا الوالي كان اسمه الأندر زغر، حي القعقاع يا مرحبا زي ما يقول فالي بعد بيع الغنم يقول الله المستعان. الأندر زغر أخوان الكرام، هذا الرجل فيه ميزة، ما هي؟ يجيد اللغة العربية ويعني يعرف بعض صفات العرب، لأنه في بداية حياته قد نشأ في مناطق قريبة من العرب، أن هذا الرجل هو الذي يعرف طريقة التعامل مع هؤلاء العرب. وفعلا حرك كسرى الفرس أردشير يعني جيش كبير جدا، وجعل القيادة لهذا الرجل الذي هو واليه على خراسان، كان الأندر زغر، وكان أيضا قائد عسكري يعني له سمعة عسكرية كبيرة عندهم في بعض المعارك بين الفرس أو الروم، لأن تعلمون العداء الذي كان بينهم، لأن الفرس واليهود طيب كانوا حلفاء ضد الروم أو النصارى في ذلك الزمان، حتى أنهم لما دخلوا القدس عام
20 تقريبا أو 18 ميلادي، وحلفائهم اليهود قتلوا من النصارى أكثر من 70 ألف نصراني.